ورجعت لكم بعد الفاصل تحت عنوان رؤية الفكر المالي والإداري في عصر الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، المؤتمر العلمي الأول لكلية التجارة جامعة السادات. ده كان العنوان بتاعها. أقيم المؤتمر يوم 5 و6 فبراير اللي احنا فيه الجاري بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء إبراهيم أبو لمون محافظ المنوفية. كان رئيس المؤتمر الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات والدكتورة شادن معاوية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الحميد أحمد شاهين عميد كلية التجارة جامعة السادات ومقرر المؤتمر والدكتور أيمن عادل عيد وكيل الكلية للدراسات العليا ومنسق المؤتمر. المؤتمر الصراحة كان فريد من نوعه، بيقدم تدريب وخبرات كتيرة، علوم الإدارة والرقمنة والبحث العلمي حصل فيها تطور كتير. وأي حد بيشتغل في المجالات التجارية أو عنده مشروع تجاري أو داخل ينافس لازم يكون على دراية تامة بأحدث الوسائل المفروض يستخدمها. هنتفرج على التقرير من المؤتمر ونشوف فقرة المطبخ بتاعتنا بعديها واشوفكم على خير. مؤتمر النهارده طبعا هو المؤتمر العلمي الاول لكليه التجاره جامعه مدينه السادات، والحقيقه يعني الكليه رأت انه التحولات التي تحدث في مصر من جميع الاتجاهات تستلزم انه الكليه تؤدي دورها في عمل مؤتمر علمي وبحثي حول رؤية الفكر المالي والإداري في عصر الرقمنة لتحقيق التنمية المستدامة 2030. احنا يمكن بنشتغل على محورين، المحور الأساسي أو المحور الأول هو تحقيق عملية التحول الرقمي داخل الجامعة نفسها، وده طبعا شيء مهم جدا ونقلة كبيرة للجامعة. أيضا الجامعة بيهمها أنها ترصد علميا التحولات التي تحدث في إطار عملية التحول الرقمي، لأن طبعا هذه التحولات تهم المجتمع كله وتهم جميع قطاعات المجتمع. هذا المؤتمر العلمي الدولي الأول للكلية، وكانت فكرته نبعة من تأييد سياسة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقا لمبادراته المتنوعة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية. فعنوان المؤتمر كان متعلق برؤية الفكر المالي والإداري في عصر الرقمنة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وأصرينا الحقيقة وكانت الفكرة نبعة من القلب أن كلية التجارة تعقد مؤتمرها العلمي الدولي الأول في العاصمة الإدارية الجديدة تأييدا لسياسة فخامة رئيس الجمهورية. طبعا موضوع الرقمنة موضوع بالنسبة لنا مهم جدا، كمان المؤتمر النهاردة بيضع يده على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالفكر المالي، علاقات الدراسات المالية المتعلقة بمشاكل المجتمع حاليا، كمان بيلقي الضوء على البيزنس أو الموضوعات المتعلقة بريادة الأعمال واستخدام ريادة الأعمال وآليات المختلفة لدعم عمليات الستارت أب بتاعت الكمباني وبتاعت الشركات الناشئة. موضوع المؤتمر يعني الشمول المالي والإداري في عصر رقمنة وفي ظل تحديات التنمية المستدامة 2030. نتصور أن اختيارنا للعاصمة الإدارية الجديدة لنقيم عليها المؤتمر أنه يعني له سبب قوي، أن احنا في ظل آفاق التنمية والتحديات والمشاريع العملاقة في العاصمة الإدارية فلا بد أن تعقد مثل هذه المؤتمرات لتكون هناك التوصيات التي توضع أمام المسؤولين وصانعي القرار، وهو ده دور الجامعات.